سنة من التألق للاتحاد اللبناني للتايكواندو، سنة من التعب والتفاني من كل العالم الموجودين اليوم، من هيئة إدارية، من مدربين، لاعبين، وخاصة أهالي. اليوم أكيد نحن موجودين هون لتتويج أبطال سنة 2017، الدورة سنة 2017. بس أنا دايماً حب استغنم الفرصة لذكر برؤية الاتحاد والمهمة تبع الاتحاد، لأنه هيدي المهمة اللي بالأساس خلتنا نحن نبلش بالعهد الجديد للهيئة الإدارية الجديدة. الفيزيون أو الرؤية تبع الاتحاد هي واضحة جدا من أول نهار جينا فيه، هي ميدالية بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020، باريس 2024، لوس أنجلوس 2028. المهمة تبع الاتحاد هي مهمة أكبر بكتير من ميدالية أولمبية. مهمة الاتحاد هي بناء مجتمع أفضل، هذه المهمة الأساسية للاتحاد، وأنا كتير مبسوط أنه اللاعبين موجودين هون تيسمعوا مظبوط نحن شو منحكي بالإيفانتس اللي منعملهم للبارنتس ميتينج وكل الإيفانتس. مهمة الاتحاد الأساسية هي بناء مجتمع أفضل مع ربط فن إيطالي أولمبي يلي هو تايكواندو مع التربية والتعليم، الإدوكيشن، لأنه التايكواندو مع التربية والتعليم بتخلي الإنسان ينتقل من مرحلة يكون إنسان عادي لمواطن حقيقي تيقدر يكون فاعل بالمجتمع ويقدر يكون مثل أعلى لغيره ويقدر يعدي غيره تغيره يعدي غيره، ونقدر ننطلق من مجتمع تايكواندو نضيف تنقدر نوصل للمجتمع اللبناني الأساسي اللي هو هدفنا كرمال الوطن. بالبداية بحب أشكر كلمة صغيرة لأستاذي يلي هو وقف حدي كل حياتي، بدي أعزبه كل كم هالسنة الجايين، لأنه نحن بنعرف أنه أستاذي عم ساعدنا كلنا بالاتحاد، بقى بدي أعزبه هالكم سنة الجايين، بقى حبيت مرق له بس هيدي الكلمة الصغيرة، لأنه كمان اليوم رح أذكر كتير من الأعضاء ومن اللجان، ولازم انه اعطي كريدت للاشخاص اللي تعبوا خلال سنه، واكيد خاصه لمدامات اللجنه الاداريه لانه قضوا كثير معنا لانه ما كانوا عم بيشوفونا. من اول ما جينا بالهيئه الاداريه الجديده اخذنا على عاتقنا هذه المهمه، الشباب تعبوا كثير على كل الاصعده، مشان هيك بحب اتشكرهم، وكان لهم وجود اداري فاعل وواضح وين ما كان، بعتقد كل العالم والإعلام والصحافة الرياضية كانوا عم يشوفوا هذا الشيء. اللجان الاتحاد لما حكينا بأول بأكتوبر 2016 بالاتحاد إنه بدنا نعمل هاللجان، البعض حس إنه في كتير لجان أو مش معقول يمشوا هدول اللجان، بالعكس تماماً. نحن اليوم رح نعمل مثل بريفينج صغير على مسيرة الاتحاد، رح جرب يكون بريف قد ما فيه، بس ما بقدر ما أتشكر كل رئيس لجنة على الشغل والتعب اللي حطه بنيفول، بس لأنه آمن أنه فينا نقدر نحن نعمل مجتمع أفضل، ومشان هيك عطى من وقته وولادهم ما شافون كتير، يعني ما شافون ولادهم كرمال ولادهم. أكيد الأدمينستريشن بالاتحاد بحب أتشكرهم جميعاً على تعبهم خلال هالسنة، وبلش باللجنة الإعلامية، الإعلام والصحافة الأستاذ جلال بعينه على المجهود الكبير اللي كان عم بيعمله، مدام نتالي ناصر مزرعاني هيومن ريسورسز كيف نظمت كل الاتحاد والموظفين والدوامات وصار مؤسسة حقيقية، أورجانيزينج كوميتي
رح لكم بعد شوي كم إيفنت عملنا بالسنة. قديش تعبت الأورجانيزين كوميتي لتقدر تنظم كل الإيفنتس. الاتحاد اللبناني للتايكوندو كان أول اتحاد بيعمل بروتوكول مع لجنة الوساطة لماك برئيستها متر منحنى اللي هي مسؤولة عن اللجنة اليونانية بالاتحاد. الميديكال كوميتي على مستوى كتير عالي من البروفيسيوناليزم برئاسة دكتور ريشار أبي زيد دو يعني عم بتابعوا كل اللاعبين على مستوى أولمبي. مدام رشا حنا فرح الايزو 2001-2015 نحن عم نشتغل على إنجاز الايزو للاتحاد اللبناني للتايكوندو تيكون كل شيء حسب البروسيجرز والبروتوكولز تبع الكواليتي مانجمنت سيستم تنقدر نكمل بغض النظر إذا بيتغير رئيس اتحاد أو أمين سر. أمين سر رح يبقى رئيس الاتحاد يتغير ما في بروبلم. مدام باتريسيا دخول حرب الفاندينج كوميتي بحب أتشكر لليبانيز دي جو كرياتيف عسلي كونستراكشن اون بورد صوت المدى الجديد هيربالايف اند تكنيكا جروب لدعم من أول دقيقة جينا من الاتحاد بال 2017. الماركتينج كوميتي أكيد في كتير عالم عم يشوفوا قوة الماركتينج تبع الاتحاد اللبناني للتايكوندو. المهندس رولان باز هو وراء هيدا الانجاز بالماركتينج. البابليك ريليشنز دكتور جورج التن. البروكورمنت يونت مستر ماريو دوميت واللي عم يشتغل كثير على مستوى الايزو بشكل كثير بروفيشنال متشكره كمان. بزنس ديفلوبمنت البطل المهندس انطوني ابو جوده يلي عم بيشتغل على مع كل اللجان كرمال يطور بالبزنس ديفلوبمنت. المهندس جان صليبا رئيس الاي تي والتكنولوجي كوميتي يلي هو فايد بكل اللجان والانجازات اللي عم نعملها على الصعيد الاداري بالاتحاد هو الفضل بيرجع له وراح احكي بعد شوي عن الاي فيدريشن والفيزا كارد كمان عم بحب اتشكره. التكنيكال كوميتيز يلي هن رح بلش بالريفريز كيروغي ماستر جولي ديب يلي هي الحكم الوحيد اللي محكم 3 اولمبيكس يلي هي نائبه رئيس لجنه الحكام الدوليه سابقاً. بحب بشر اليوم أنه تعينت حالياً نائبة رئيس لجنة الحكام الدولية مجدداً. أستاذ إلي شرو ريفريس بومسي إكزامس كوميتي جراند ماستر أنور نعمي. هلا بعد شوي رح لكم على الإنجازات اللي عملوها والإيفنتس اللي عملوها. ترينرز جراند ماستر ألان نجم. رح أعطيكم لمحة صغيرة عن سنة من التألق للاتحاد اللبناني للتايكوندو. من أول ما بلشنا غيرنا علينا السقف وقدرنا نشتغل على هالأساس تنقدر نوصل لهدفنا. غيرنا مقر الاتحاد واخذنا بكيوبيك سنتر مقر بليق باهل اللعبه وطورنا كل العمل الاداري على مستوى تكنولوجي وبلشنا بتنظيم اللجان وتكريم اللجان تكريم ابطال كندا اللي راح نحكي عنهم بعد شوي تكريم الجراند ماسترز ناين دان يلي هن حطوا سنين من التعب من ماشي عملوا شيء ونحن موجودين اليوم من وراء تعب اللي سبقونا. بلشنا بالحكام وحدنا الرؤية وبكل إيفنت كنت عم برجع عيد ذات الحكي اللي حكيته عم بحكي قدامكم اليوم. نحن مش شغلتنا بس رياضة وما عم نشتغل رياضة. نحن عم نعطي من نفسنا ومن روحنا تا نقدر نوصل لمجتمع أولادنا موجودين فيه وأولادكم موجودين فيه وأنا بعرف الأهالي دايماً بيسمعوني عم بحكي هذا الحكي. بلشنا بالحكام وطورنا الحكام بدورات تدريبية على مستوى كتير عالمي مع رئيس لجنة الحكام الدولية. عملنا إيفنتس للبومسة. عملنا دورة تدريب لأول مرة بتصير بعد 12 سنة دورة مدربين شارك فيها 150 مدرب من لبنان عندهم let's say 200 لاعب كل شخص يعني 30,000 لاعب يعني مع أهلهم 100,000 شخص يعني ما بعرف كم صوت بس ما رح لكم صوت. أكيد
50% لازم منه. كل الإيفنتس اللي نعمله بتعب كتير كبير. اللي عم بتشوفوه هيدا سامبل. أنا في كتير صور بدي مر لكم هون، بس هيدول سامبل عن الإيفنتس. يعني راح أعطيكم كتير مفصلاً هيك. 15 بطولة أسود صارت بال2017. 3 امتحانات على مستوى كتير عالي. وقت يوصل واحد ياخد السانتير نوار، ما بياخدوا للسانتير نوار بس لأنه بيعمل تايكوندو. نحن عملنا فيلتراسيون. في ناس كتير كانوا يعملوا تايكوندو مش مطرحهم بالتايكوندو، ما بيكملوا بالتايكوندو لأن تايكوندو منا سبورت دو كومبا. بس دورة مدربين، دورات تحكيم، دورات صقل، 15 بطولة أسود، 3 بطولات ملون. هلا أمين السر عم بهز براسه لأنه قد ما قضى هالسنة. تمرينات المنتخب على مستوى كتير عالي. جمعنا المنتخب كله بين ماينرز، كاديت، جينيورز، سينيورز، وكل تمرينات المنتخب على جد مستوى جد كتير عالي. كان بطولات الأصفر والأزرق والأحمر، وخلصنا رزنمتنا بشكل كتير دقيق. والشيء اللي وعدت فيه بأول قبل ما يجي رئيس الاتحاد أنه رح يصيروا يفوتوا اللاعبين ما فرقانة معهم مين بحكم لهم. هيدا قدرنا وصلنا له. اليوم اللاعبين وكلكم بتشوفوا الأهالي بتشوفوا بيطلع اللاعب خسران مبسوط لأنه عارف حاله أنه أنا لازم أتمرن تعمل أكتر، بس ما عنده مشكلة مين، ما بقى بيطلعوا مين عم بحكم له. وهيدا أكيد شيء خاصه بالتكنولوجيا، وخاصه كمان بالاجتماعات الدورية اللي كانت عم تصير بالاتحاد لكل اللجان. بالنسبة للسوشيال اكتيفيتيز، اليوم نحن ما قدرنا نعمل واجباتنا مثل ما لازم بالسنة 2017. بالنسبة للسوشيال اكتيفيتيز بال 2018 بوعدكم مع تأليف لجنة للديمونستريشن تيم للسوشيال اكتيفيتيز، رح بتكون رح تعمل تعكس صورة التايكوندو على الأراضي اللبنانية. أكيد بالسوشيال اكتيفيتيز عملنا اشتغلنا. نتشكر كمان فريق الصغار يلي شارك بالديمونستريشن تيمز بالأعياد بإيفنتس. البروتوكولات على مستوى دولي مع السفارة الكورية، رح أرجع عيدهم بشكل سريع، مع اليونيفل باتاليون يلي هو كمان عم بيعكس صورة التايكوندو، مع الدولة الأردنية اللي أحرزت ميدالية ذهبية بالأولمبيك جيمز بريو 2016، وكنا أول دولة عربية بتعمل هذا البروتوكول. أكيد بروتوكولنا مع اتحاد الجامعات، وبحب اتشكر خاصة الدكتور مازن إزبيسي على بروتوكولنا مع المدارس. وهذا بحب خبركم اليوم انه بواسطة مجهوده لدكتور مازن إزبيسي قدرنا اليوم انه التايكوندو تصير كأكتيفيتي بقلب المدارس، وهذا شيء انجاز كتير كبير للعبة التايكوندو، للعبة أولمبية إيطالية. هيدي لمرحلة كمان لاحقة رح تقدر نفوض تايكوندو على مستوى المنهج الدراسي تصير، وهيك منقدر ننقل هيدا النهج وهيدا الفكر نقدر نفوته على بيوت كل العالم. أكيد نحن أحرزنا 3 ميداليات، واليوم رح نكرم الأبطال. 3 ميداليات برونزية بلعبة أولمبية بالعالم مع كريم حسيني، رافائيل كوتسي، وليتيسيا عون. كمان اللي بحب أعلنه لألكم اليوم هي انطلاق الإي فيدريشن يلي وعدت فيه من سنة. اتحادنا صار بكل معنى الكلمة إي فيدريشن، إلكترونيك فيدريشن، يعني أي شيء اليوم من النوادي صار بيقدر يكون موجود إلكترونيكلي على الويب سايت الجديد طبعنا، يلي أكيد مش بس قصة ويب سايت. الإي فيدريشن وأكبر من هيك بكتير، وهذا رح أشرحه بعد شوي صغيرة. الإي فيدريشن هو تواصل على مستوى عالي ضمن أهل اللعبة، ضمن النوادي، اللاعبين، الحكام، المدربين. هيدا الإي فيدريشن هو كمان رح يفيدنا ضمن النتوركينج اللي بدي أحكي عنه بعد شوي. وهيدي كانت من أهم المهمات للجنة الإدارية، هي النتوركينج. نحن كهيئة إدارية كان شغلتنا نعمل نتوركينج قد ما بنقدر بين اللجان، نتوركينج بين الأفكار، بين مشاريع. مثلاً الـ IT Committee بدأ تطلع فكرة نقدر نعطيها للـ Business Development، نقدر ننقلها لغير لجنة، آخر شيء يطلع معنا شيء غير ما بلشنا بالأول وشيء بفيد كل العالم.
موبايل ابلكيشن رح يكون فيه للاتحاد اللبناني للتايكواندو، كل اهل اللحبه رح يعرفوا بالضبط، رح يكونوا ابديتد على كل شيء، حتى انترناشونال رح يكونوا ابديتد على الاتحاد اللبناني للتايكواندو. الفيزا كارد موضوع كتير كبير، صار لنا سنه عم نشتغل عليه. الفيزا كارد بتشكر سي اس سي بنك على دعمه لهيدي الخطوه. بطاقه اللاعب رح تصير انترنت كارد لتحت 18 سنه وفيزا كارد لفوق 18 سنه. الاهالي ما تعطلوا هم في ريستريكشنز لها، بس هيدي بطاقه اللاعب صارت. بطاقه اللاعب هي مع باركود، نحن كثير تطورنا بالتايكوندو، يعني بطاقه اللاعب مع باركود، يعني بطاقه اللاعب صار بيروح عند الميديكال كوميتي بده يمرق مثلا عند النوتريشنست، بيمرق بالباركود بنعرف كمنتخب لجنه منتخبات ان هيدا راح عند النوتريشنست ولا لا، وبصير بالاي فيدريشن اللي عم بعمل لكم النتوركينج، بالاي فيدريشن بصير يقدر يفوت كل واحد منا عنده داتابيس يوزر نيم باسورد، كل مدرب عنده داتابيس لتلميذه، كل نادي بيقدر يفوت يعرف قديش الكريدت تبع او البونتاج تبع اللاعب تبعوله، يعني اذا بده يفوت على فايله بيقدر يفوت يشوف اذا تلميذه، لانه نحن عاملين ليج وبالليج في بونتاج، يعني بده يربح كذا ليج حسب البوينتس وبده يتصدر الليج تقدر يربح اليوم يطلع على البوديوم. اي حكم بده ريكويرمنتس، عملنا ريكويرمنتس، كل حكم ما بيقدر يطلع اليوم حكم يصير مدرب حكم دولي او يرشحه الاتحاد لمدرب دولي، لا بده يمرق بعده دورات وكل دوره بده ياخذ منها كريدت تيقدر يعمل سيستم تيقدر يوصل لنقدر نرشحه حكم دولي. مشان هيك رح بيكون في كتير دورات بسنة 2018، مشان هيك بنقدر ننظم الكريدت كارد والفيزا كارد رح بيكون أكيد في إلها برسنتج بيعود للاتحاد اللبناني للتايكواندو يلي هو 1% يلي هو قسمه الاتحاد 0.5% 0.5 مع اليوزر ومع الاتحاد. وبذات الوقت هيدا اللي بدي احكي عنه بعد شوي، مثل ما مشان هيك قلت النتوركينج هو خلق الكوميونتي المجتمع التايكواندو، هيدا اللي بتعرف عنه على الويب سايت ومع لجنه الببليك ريليشن ومع الفاندنج. عملنا كونتاكتس مع كتير شركات واوتيلات بلبنان تيفوتوا يخدموا هالكوميونتي ب ديسكاونتس، خصوصي ديسكاونتس مدارس لسون باديكولير اي شيء بدكم اياه، بيقدر واحد يطلع على الاي فيدريشن بيقدر يشوف هالكوميونتي، اذا حدا بيعمل تايكوندو بيقدر يعمل هذا الشيء بيقدر يتعامل معه، وهيك بنقدر نخلق فرص عمل اكبر للكوميونتي تبعنا. وعنا هيدا الاتحاد بيقدر يرعى هيدا الموضوع بعد ما حكيتكم عن صندوق الطاقه قاعد اللي بدنا نعمله كاسيورنس ميديكال وهيك للاهالي. هيدول كلهم بالمرحلة الجاية رح نحكي عنها. وأكيد بحب كمان أقول عن الإنجاز، كمان متشكر أمين السر كمان بهذا الموضوع، أنه اليوم نحن صرنا على كل تيارات الميدل إيست لسنة 2018 على التايك أوف. هيدا الشيء تنقدر نعمل الاويرنس وورلد وايد عن التايكوندو اللبنانيه. كمان بحب اعلن اليوم لاعلان على الكالندر العالمي رسميا بطوله بيروت اوبن جي 1 سبتمبر 2018 للاتحاد اللبناني للتايكوندو بلبنان. للي ما بيعرفوا نحن صرنا 12 سنة مش عاملين بطولة دولية بلبنان، والجي 1 يعني هي البطولة رح تصير بلبنان، هي بتفوت بالتصنيف الأولمبي للاعبين، يعني اللاعبين تقدروا يشاركوا بالأولمبيكس بدو يجوا يلعبوا عنا بلبنان بهذه البطولة. كمان بحب أعلن شعار جديد للكوميونيتي تبع التايكواندو اللي عم نعملها يلي هو تايكواندو ماي واي اوف لايف، يلي هو بدو يرسخ العلاقة بين أهل اللعبة، حكام، داربين، أهالي، كل العالم رح تكون devoted. وأنا بعرف أنه أنتوا كثير involved لأنه إجمالاً كل اللي شفتون رؤساء لجان يا هن بيعملوا تايكواندو يا أولادهم بالتايكواندو. هلأ أكيد إذا هن بيعملوا تايكواندو مجبورين يعملوا أولادهم تايكواندو يعني، بس إذا ما بيعملوا تايكواندو في أولادهم أكيد عم يعملوا تايكواندو. بقى هل
هالديفوشن لهالمجتمع انا بعرف كثير منيح انه انتم كلكم كان عندكم اياه، نحن بس جينا نظمنا هذا الموضوع مشان هيك عمل هالسنوبول يلي بدها تكبر وتكبر. وبرجع بقول انا تنقدر نعدي غيرنا وغيرنا يعدي غيره تنقدر نوصل للمجتمع اللي احنا بنحلم فيه. بالاخر بحب وجه كلمه للاهالي اليوم، لازم تكونوا كثير فخورين باولادكم، مش لانه عم يطلع لهم تروفي او ميداليه، لانه اليوم اولادكم تعلموا كيف يكونوا سيلف ديسيبليند وسيلف ميد. يعني سيلف ديسيبليند شو يعني؟ يعني سيلف ديسيبليند يعني انا بحط خطه لحالي بتعب عليها وبقدر حققها، وهذا الشيء عم نقدر نمرقه لاولادنا بطريقه كثير سلسه. سيلف ميد يقدر هو اللاعب يعرف حاله انه انا عملت هذا الشيء بقدرتي بجدارتي. اكيد الفضل كبير للمدربين والحكام، بس هو اللاعب قدر اليوم يعمل شيء بجدارته، وهذا الشيء عم نمرقه للاولاد بطريقه كثير سلسه. الشغل الثاني بحب اقول لهم للاولاد اللي خسروا اللي ما توفقوا، انا معتمد كثير عليهم لسبب واحد، لانه الخساره والقهر والزعل والحزن والحسره هود اللي بيعملوا رجال، مش اللي بيطلع الاول دائما. مشان هيك تايكواندو بتمرن هذا الموضوع، بتمرن انه لو خسر بده يرجع يتمرن ويرجع يربح ويرجع يوقف على رجليه لو وقع. ونحن بنعرف انه الحياه كثير صعبه، اصعب بكثير من التايكواندو. مشان هيك كمان التضحيه تبعكم مع الاولاد هي تضحيه كثير كبيره، بس بالنهايه رح تلاقوا. بدي اقول لكم كمان انه نحن كليجين وكاتحاد اليوم نحن كثير محظوظين. نحن محظوظين لانه في رئيس لجنه اولمبيه اسمه استاذ جو همام الاول. ونحن محظوظين لانه صار له زمان عم بنادي بالثقافه الرياضيه استاذ زيد خيامه واليوم شافها. ونحن محظوظين لانه في كثير عالم حامين هذا المجتمع من كل النواحي، لانه عارفين في عالم اليوم بيقدروا انه قادرين انه يحموا المجتمع تيقدر يكبر ويقوى. ومن هون بنقدر نتلاقى مع السبور ادوكاسيون استاذ جهاد سلامه، مع استاذ مازن بيسي لتفويت للرياضه اللبنانيه المدرسيه، مع لبنان حرزان استاذ فؤاد مخزومه بنقول له بوجودك حرزان اليوم وجودكم معنا. وانا يعني بلزمكم بهذا المجتمع، هذا المجتمع انتم بدكم تحموه تيكبر ويقوى. وانا اكيد انه انتم ما رح تخيبوا ظن الاهالي كلهم اللي قاعدين اليوم. بقى انا بالنهايه بتشكركم كثير، وبتمنى انه سنه 2018 تكون مزدهره ومتالقه مثل سنتين 2017 واكثر. بترك الكلمه لاستاذ جورج. ميرسي. والآن مع كلمة لمدير عام وزارة الشباب والرياضة الأستاذ زايد خيامة. يعني أنا بعد الدكتور حبيب ما بعتقد بعد في عندي شيء أحكيه، حكي كل شيء اسم الله عليه. بس في شيء بيلفت الانتباه عادة لما منشوف هذا الجمع من الناس، بيكون في شيء مش رياضة، يعني بيكون في شيء سياسي أو أبعد من هيك. بس أنه نشوف هذا الجمع كله بحفل رياضي، هذا مؤشر إيجابي، وإن كان بدل على شيء، بدل على شراكة حقيقية ما بين الاتحاد واللاعبين والأهالي. هذه اللي حكي عنها الدكتور حبيب، مجتمع التايكواندو. أنا بدي أقول لك مع مازن قبيسي بالمدارس رح يصير عالم التايكواندو. أبعادها أنه صار في تربية رياضية، مش بس ثقافة رياضية، تربية رياضية. والبعد الثاني لإلها إذا دخلت على المدارس يمكن كتار ما بيشوفوها، بس هي بتترجم عملياً على الأرض، ولبنان بحاجة لإلها.
هو خروج من المنطق المناطقي أو الطائفي أو المذهبي، لأنه إشراك المدارس الرسمية والمدارس الخاصة بمجتمع الرياضة هو تأسيس لمنهج جديد قائم على الوطنية، ولا يمكن أن تبنى الحالة الوطنية إلا من خلال تربية وطنية، ولا يمكن نلاقي التربية الوطنية إلا من خلال المؤسسات التعليمية على اختلافها سواء كانت خاصة أو رسمية. فأنا بدي شد عيدك دكتور حبيب مع الدكتور مازن لتعمموا هذه الفكرة في كل أرجاء الوطن حتى نخرج من هذا النفق المظلم اللي نحن عم نعيشه. الشيء كمان اللي لفتني بداية كان لازم أحكي عنه، أني أنا تعرفت على الدكتور حبيب لاعب، كنا معجبين في لاعب وكان مهم، بعدين تعرفت عليه طبيب، وطبيب مميز هو وزوجته، بعدين تعززت العلاقة أكثر، صار رئيس للاتحاد. لأول مرة منلاقي اتحاد بلبنان وبعتذر إذا عمالي من باقي الاتحادات كلهم خير وبركة وعمالي يقوموا بالجهد المطلوب نظراً للإمكانيات المتواضعة، لأنه الإمكانيات منا متوفرة بشكل المطلوب، بس لأول مرة منلاقي أنه اتحاد انتقل من فكرة اللجنة الإدارية أو الهيئة الإدارية لفكرة المؤسسة، لفكرة صناعة الإنسان، لفكرة قيام ثقافة رياضية، قيام مجتمع رياضي، قيام عالم رياضي. أنا بتمنى أنه هذه الفكرة تتعمم لتكون شاملة في كل الاتحادات، وهذه أكيد بالتعاون مع رئيس اللجنة الأولمبية، ونحن معاكم كوزارة بتصير عبر توفير الإمكانيات والدعم، لأنه حقيقة مأسسة العمل الرياضي بيحتاج إلى إمكانيات وبيحتاج إلى دعم. بدي أشكر بالنهاية الأبطال، وبدي أشكر أكثر أهاليهم اللي هن موجودين، كتير مهم هذا الارتباط وكتير مهم هذا التواصل اللي خارج عن إطار البيت والعائلة اللي هو واصل لعالم الرياضة. وبدي أشكر الاتحاد اللبناني للتايكواندو وزوجاتهم على تحملهم لهذا الجهد والتورط اللي عمال يورطهم فيه الدكتور حبيب ظريفي، بس أكثر شيء بدي أشكر زوجة الدكتور حبيب الدكتورة، لأنه حقيقة على الجهد اللي عمال بيعمله الدكتور حبيب إلى جانب أشغاله عم تطلع هي الضحية، بس ضحية جميلة. يعطيكم ألف عافية، شكرا. الكلمة الثالثة لرئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ جان همام. سعادة مدير عام الشباب والرياضة أستاذ زيد خيامي، دكتور حبيب ظريفي رئيس اتحاد تايكواندو، لاعبات واللاعبين، أهالي اللاعبين، أيها الحفل الكريم، يغمرني فرح اللقاء مع مواسم البطولات وغلة الكؤوس والجوائز مقرونة ببعد ورؤية رسمها الاتحاد اللبناني للتايكواندو الذي يطفئ شمعته الأولى. وأنا على ثقة أن هذا الاتحاد النموذج استطاع بفترة وجيزة أن يهيئ استراتيجية عمله ونشاطه ورزنامة بطولاته عبر ورش من اللجان النشيطة الفاعلة المتخصصة التي التزمت بمضمون هذا النهوض النوعي ونقل اللعبة من الرتابة العادية إلى حياة البطولات. وسر نجاح هذا الاتحاد برئاسة الدكتور الصديق حبيب ظريفي ابن اللعبة أنه أمسى بقواعدها فأرسى التنظيمات الإدارية وأحاط الأمور المالية بكل عناية ودقة وشفافية بعيداً عن التهور والأرقام غير المدروسة،
وتمكن من أن يتوج عمله بالملف الفني، فنظم كل البطولات بجميع فئاتها وأحزمتها. ما يسترعي انتباهي هذه الخطوة النادرة أن يشترك ويشارك أهل اللاعبين بكل هذه الإنجازات الرياضية، وهي دليل علمي وثقافي يبث روح هذه اللعبة في البيت انطلاقاً من الشراكة بين الأهل وأولادهم. إن الأقانيم الثلاثة لعنوان النجاح لكل قيادي في مجال الرياضة هي الإلمام والإشراف المباشر والمدروس والمتزن بالشؤون المالية والإدارية والفنية، وحسن إدارتها بشفافية ووضوح الرؤية، وخاصة في الألعاب الشعبية التي تستقطب الموارد المالية والرعاية وكل أنواع التسويق والإعلان. بأسف شديد وحسرة رياضية ما نسمعه وما تتداوله وسائل الإعلام هذه الأيام من مخالفات وسوء إدارة. وغياب التخطيط وتخبط مالي وإداري وفني، إن صحت فإنها جريمة بحق الألعاب، تشكل اهتمام اللبنانيين ومتنفساً لهم. أيها السادة، يسلك بعض الإداريين الذين يتعاطون الشأن الرياضي ويديرون بعض الاتحادات بطريقة تثبت أنهم هواة وغير متمرسين بالألعاب الرياضية وأبعادها، ولا يتمتعون بالدراية والرؤية التي تحتم عليهم الإمساك بالملفات الإدارية والفنية والمالية بطريقة مهنية، ولا تعرض أي لعبة إلى مخاطر مجهولة. سنبقى العين الساهرة على رياضتنا المحلية، آخذين على عاتقنا تسويب المسار كلما دعت الحاجة. إن اللجنة الأولمبية اللبنانية التي تسمن عمل اتحادكم الكريم وتسعى ضمن حدود إمكانياتها المالية المتوفرة، سواء من صندوق التضامن الأولمبي أو من صندوق اللجنة الأولمبية، إلى دعم الألعاب الفردية التي تعزز مشاركات لبنان في الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. إنني إذ أهنئ لبنان الرياضة بهذا الاتحاد النشيط، أتوجه إلى اللاعبين حاملي الكؤوس والجوائز والميداليات، طالباً منهم الاستمرار في تحقيق الإنجازات والانتصارات، لأن اختيارهم عالم الرياضة وهذه اللعبة بالذات تبشر بوعود رياضية ترعاها أياد خيرة واتحاد ساهر ومنتج. لكم مني ومن اللجنة الأولمبية كل المودة والتقدير، وإلى اتحادكم الكريم بشخص رئيسه التهنئة القلبية التي يستحقها بكل جدارة واحترام. رح نبلش بريبورتاج مع لتيسيا عون وماستر رافائيل حرب. اسمي لتيسيا عون، شاركت ببطولة العالم 2016، أخذت الميدالية البرونزية، لعبت 5 متوشة، أول ضد ألمانيا، الثاني ضد بيرو، الثالث ضد إسبانيا، والرابع ضد فرنسا، وخسرت الخامس مع روسيا. كانت تجربة كتير حلوة إلي. أنا بحب أشكر كل الاتحاد وأستاذ حبيب ظريفي رئيس الاتحاد وكل مدربيني، خاصة أستاذ رالف، أستاذ باسم، أستاذ ماركا راكيلو ومسكوزت. الميدالية البرونزية اللي حققتها ليتيسيا ببطولة العالم 2016 كانت نتيجة عمل جماعي، وما كانت ناتجة عن عمل فردي لا من لاعب ولا من مدرب. ميدالية ليتيسيا كانت ناتجة عن تعب فريق مدربين بالاتحاد وبالنادي، وأكيد عن تعب اتحاد عم يعمل مجهود ما شفنا مثله بولا اتحاد سابق.
ما بدنا ننسى أكيد مجهود ليتيسيا الخاص الشخصي هو عنادها وإصرارها على الربح. بداية بحب أشكر الاتحاد وخاصة رئيسه الدكتور حبيب زريفة يلي عم بيتابع كل الأمور تبع اللعيبة لوجستيا وفنيا، وأكيد بشكر زملائي كوزات بسبوس ومارك أراكيلوس يلي بيتابعوا تمارين ليتيسيا على مدار السنة، وأكيد أكبر شكر للجراند ماستر باسم عاد يلي نقلنا كل خبراته ويلي عطانا كل يلي عنده تنقدر نكمل المسيرة يلي هو بلش فيها من زمان. بعد المركز اللي حققته ليتيسيا بال 2016 كملت تدريبها المكثفة تحضيرا للإيفنتس اللي راح تخوضهم بال 2018. بال 2018 راح شارك بتصفيات أولمبياد الشباب اللي حتصير بأرجنتين، راح شارك كمان ببطولة العالم اللي حتصير بتونس. بطولة العالم بتونس ليتيسيا راح تجرب تكرر الإنجاز اللي حققته بال 2016 لبل إنه تعمل ميدالية أحسن من برونزية. رح نتوقف مع ريبورتاج تاني رافائيل قدسي مع ماستر كوزيت بسبوس. اسمي رافائيل قدسي وأول مرة بشارك بطولة العالم للكادي، وربحت أول ماتش ضد أوكرانيا بعدين ضد فيليبين بيجا ضد بولندا وما توفقت ضد كازاخستان، خسرت فارق صغير بس انبسطت إنه ربحت الميدالية برونزية وكانت اكسبيريانس حلوة وتجربة رائعة، وما كان في أملها بلا مساعدة رئيس اتحاد دكتور حبيب زريفة وجراند ماستر باسم عاد ومسكوزات أهلي ورفقاتي، وبحب كمل هيك بالمساعدة من كل الناس والتحميسات. نحن شاركنا ببطولة العالم للكادي اللي هن بين 12 و 14 سنة بشرم الشيخ بمصر بأب 2017. صراحة هاي البطولة نحن ثالث بطولة عالم كادي بنشارك فيها وأول مرة بنعمل فيها نتيجة على مستوى الكادي. بهالبطولة كان في تحضيرات منيحة، يعني المنتخب كان عم بتدرب له وقت له زمان، وجربنا نشارك ببطولة برا قبل. بالنسبة لرافائيل نحن بنعرف انه كان عندنا مستوى كثير عالي فيه وكنا عم نتمنى انه يعمل نتيجة، الحمد لله جهودنا ما راحت ضيعان وقدرنا نربح على اوكرانيا، نربح على الفلبين، ونربح على بولند، وخسرنا بالدومي فينال قدام بطل العالم على فرق كثير صغير اللي هو الكازاخستاني. الكازاخستاني يعني البطل العالم بكتير فرق على الفينال. أكيد نحنا مجهود الاتحاد بيّن واضح من أول ما استلم الرئيس دكتور حبيب زريفي، وأكيد مجهود الجراند ماستر باسم عاد على المنتخبات وعلينا كلنا ككوتشية وكمدربين وكلاعيبة بيّن مثل ما بيّن من زمان، وهالمرة بلش يعطي نتائج أكتر. نحن برأيي إنه رافائيل بالذات يعني كنا كثير قراب نعمل فيه أول، بس بالنهاية سبور فيها خسارة وربح ونتعلم من أغلاطنا وإن شاء الله مرة تانية نقدر نعمل أحسن. يعني الموسم السنة تقريبا خلص، تحضير ما رح يكون للموسم الجاي، رح يبلش بكير الموسم الجاي لأنه الموسم الجاي رح يصير جونيور كاتيجوري، شوي منبلش نعلى بالكاتيجوريات. عنا بطولة عالم جونيور سنة الجاي بأبريل وضروري يبلش تحضير من هلا كرمال الليج بلبنان. بتفتكر بلشنا نحلم عن جديد، شو رافائيل؟
أنا حبيت البرونزية بس بفضل ميدالية أحلى وغير غير لون يعني مثل سيلفر أو جولد. وتعلمت من أغلاطي وبدأت أتطور من خلال التمرين ونجح نحلم غير بطولة. هلأ مع ريبورتاج لكريم الحسيني مع ماستر مارك أراكيلوس. أنا كريم الحسيني، شاركت ببطولة العالم اللي صارت بشرم الشيخ 2017 وربحت الميدالية البرونزية. لعبت ضد أوزبكستان، تركيا ومكسيكو. كانت تجربة كتير حلوة لإلي لأنه كانت أول بطولة عالمية بشارك فيها وكتير فادتني. بحب أتشكر أستاذ نوال مخيب اللي هو دربني من لما كان عمري 4 سنين وبعده لهلأ بشجعني وبيدربني. وبحب كمان أتشكر أستاذ مارسيل اللي بيدربني كمان بالنادي اللي بتمرن فيه. وكمان بحب أتشكر أستاذ مارك أراكيلوس ومسكوزات وأستاذ باسم عاد لأن كمان شاركوا بتدريبي وساعدوني بالتحسن. بحب أتشكر الفريق كله اللي إجا معي عشرة من الشيخ، شجعني، صرنا مثل الأخوة لأنه. وكمان بحب أتشكر الأساتذة كلهم البقية اللي إجوا معنا كمان عشرة من الشيخ واهتموا فينا. وكمان بحب أتشكر عائلتي ورفقاتي كلهم اللي كانوا بلبنان أو اللي إجوا معنا لأنه هن كمان شجعوني كتير. وأخيراً بحب أتشكر الاتحاد اللبناني للتايكوندو لأنه هو اللي عطاني الفرصة تشارك بهالبطولة وحضرني منيح تأربح. بحب كمان وجه نصيحة للكل اللي عم بتقدمه باللعبة إنه ما يوقفوا ويكفوا يتمرنوا منيح لأنه هلأ في كتير فرص يلعبوا ببطولات عالمية خاصة مع الاتحاد الجديد اللي كمان كتير عم بيعطي فرص للعيبة. ميدالية البرونزية اللي حصل عليها كريم الحسيني ببطولة العالم اللي صارت بشرم الشيخ هي نتيجة الخطة اللي وضعها الاتحاد من أول السنة. تحضير لهالبطولة ما صار قبل بنهار ولا صار قبل بشهر، تحضير هالبطولة صار من أول تكة وضعت فيه لجنة المنتخبات الخطة من ليج لتمرينات منتخب لاحتكاك بين اللعيبة. وكونه كريم الحسيني شخص عنيد كتير وشخص مثابر قدر يوصل لهدفه. كريم أول سنة كان بيلعب بلاك بيلت، قدر يعلي البرفورمنس تبعه بظرف سنة تيقدر يوصل لميدالية برونزية. وأنا بقول إنه اليوم كان في ما يكتفي بالميدالية البرونزية، كان في يوصل أبعد بكتير هو ورافائيل كوتسي. ما بدنا ننسى سمير عون وأنطوني أبو ديوان يلي كانوا كمان قدروا حققوا ميداليتين تانين بخسارتهم مع اللي جابوا اللقب بالبطولة. أنا اليوم كمان بدي أقول الفضل لأستاذه لكريم يلي مرافقه من هو عمره 4 سنين أستاذ نوال مخيب. بدي أشكر الاتحاد على رأسه دكتور حبيب ظريفي يلي متابع أقل تفاصيل وما بيخلي شيء مستتر، دعاء أزاد وأمين سر الاتحاد يلي كان مرافقنا بالبطولة وكان حد اللعيبة على بكرة وظهر وعشية. وأكيد الشكر الكبير لجراند ماستر باسم عاد يلي عم يعطينا هالثقة وعم يعطينا كل خبرته تنقدر نوصل الرسالة مظبوطة. كريم أنا بدي أقول لك ما تكتفي بس بهالميدالية، بعرف كان فيك توصل أكتر بكتير. شو كان البلانز تبعك بعد هالبطولة؟ حلم كل لاعب يوصل على الأولمبيكس، وأنا هلأ هدفي بعد خاصة هالبطولة أنه بدي أوصل على باريس 2024 وبدي حقق نتيجة حلوة للبنان وبدي أكون نوال مخيب الرقم 2 بلبنان.